تجرب انت امل على 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 وحده الحيوانات امبارح ما خدينا وانا مش جري لها اياها. يا امل تعالي يا ماما اجري تعالي. نعم يا روحي. تعالي تعالي يا ماما. اليوم يومنا نتعرف على الحيوانات الاليفه والمفترسه. الاسد اليف ولا مفترس؟ اليف. طب الجزر الارنب؟ هذا الارنب اليف. طب شو باكل الارنب؟ جزر. بتحب الجزر انت؟ بس الحيوانات اللي بتاكل جزر يا ماما؟ اكل جزر. ايش معنى يا ماما طب ارنب في الانجليش؟ رابت. ماما؟ نعم. ماشي يا ماما. نفسي يا ماما في الجزر بس خايف اشي حيوان ارنب وتضربيني. ماما طب عديني من واحد للعشرة بالانجليش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماما زهقت. طيب ماما بدي اسالك اخر سؤال. شو معنى واحد بالانجليش؟ 1. وخمسة؟ خمس ونات. وعشرة؟ عشر ونات. يا خيب تعالي